بعد غياب طويل عاد رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي من أبوظبي إلى عدن حاملا بيده قرارات هيكلية للمنطقة العسكرية الأولى ومنطقة الوادي والصحراء بمحافظة حضرموت. قرار جمهوري قضى بتعيين وكيل لمحافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء بديلا عن الوكيل عصام الكثير، وآخران رئاسيان بتعيين أركان حرب المنطقة العسكرية الأولى وأركان لواء 135 مشاة. القرارات رحبت بها مرجعية قبائل حضرموت ومكونات سياسية أبرزها التجمع اليمني للإصلاح، باعتبارها خطوة أولى في تمكين أبناء المحافظة عسكريا وإداريا ضمن خطوات طالبت بها مسبقا المكونات الحضرمية. لكن القرارات الصادرة بدت انحيازية كما يصفها أبناء حضرموت، لكونها لبت جزءا فقط من المطالب الشعبية التي أكدت أيضا ضرورة إخراج لواء باراشيد التابع للانتقالي والمدعوم مباشرة من الإمارات. القرارات جاءت بعد تصعيد متواصل من قبل ميليشيا الانتقالي لإزاحة المنطقة العسكرية الأولى من وادي حضرموت، وعقب ظهور مفاجئ لأركان حرب المنطقة السابق يحيى أبو عوجاء حذر خلاله من مخطط فوضى تتزعمه أدوات الإمارات في منطقة الوادي. وأمام التأييد الواسع للقرارات من قبل الطيف الحضرمي، أعلن كيان تابع للانتقالي يدعى شباب الغضب بوادي حضرموت عزمه التصعيد ضد الحكومة وبدأ عصيان مدني شامل حتى تحقيق مطالبهم. تغييرات أثارت المخاوف بشأن إرباك المشهد في حضرموت وزرع الخلاف بين مكوناتها القبلية والسياسية تمهيدا لتقسيم المحافظة وفق اتفاق سعودي إماراتي. فهل تكون حضرموت الوجهة التالية لمجلس القيادة لإكمال ما بدأه في شبوه من ترتيبات يتراءى فيها مخطط الإجهاز على الشرعية وتمكين الفصائل المسلحة؟